والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، السيد باشا مدينة العيون، السادة المسؤولين الجهويين الجهويون والإقليميون للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، قطاع الماء والوكالة البلجيكية للتنمية، السيدات والسادة أعضاء مجلس البلدي، السادة المنتخبون، السادة ممثلي الأحزاب السياسية، السادة رؤساء المصالح الخارجية، السادة ممثلي المجتمع المدني، السادة ممثلي رسائل الإعلام الإلكترونية، السادة الحضور الكرام، في إطار تحسين البنية التحتية لمدينة العيون سيدي ملوك وتوفير كافة الخدمات اللازمة للساكنة والقضاء على ما تعرفه المدينة من فيضانات، كلما تساقطت الأمطار بمعدلات عالية، وللقضاء على النقط السوداء بادرنا جميعا وبدعم مالي من البرنامج الوطني للتطهير السائل إلى عقد اتفاقية تدبير مفوض بين المجلس البلدي والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب قطاع الماء يتعلق بالتطهير السائل. ورغم تأخر إنجاز المشروع الذي كان مبرمجا سنة 2009، إلا أننا نتفائل خير بانطلاق المشروع، وكلنا أمل أن تسير الأمور إلى ما تقوم فيه ساكنة المدينة. الملاحظات التي أبداها تقني بلدية العيون حول الدراسة